كرة القدم بيعني لي أنا حاجات كثيرة. أول حاجة بيعمل سلام في البلد، ثانيا بيكون في ترابط بين الشعوب وبين وبيكون في محاربة بتاع حاجات كثيرة، يعني مثلا بتاع القبلية بتاع الكراهية بتاع حاجات كثيرة. إن شاء الله يعني جنوب السودان هيتطور لقدام وهيكون في تنمية إن شاء الله، ودي الحاجات اللي بنحلم بيها لقدام. My country, my dreams. Are you game?